عضو بالحزب الليبرالي لانه انا مقتنع فيه، مش عضو بالحزب الليبرالي لانه انا مرشح ولازم وبحب اكون نايب. لا، انا كنت بالحزب الليبرالي من زمان، كنت باحسن الاوقات عضو بالحزب الليبرالي وباسوأ الاوقات انا كمان كملت كون عضو بالحزب الليبرالي وساعدت لتبنيه الحزب لنرجع للمستوى اللي نحن بنستاهل نكون فيه. يعني في شغل وراء هالاقتناع. وليش الحزب الليبرالي؟ بس قبل، اذا بنشوف تاريخ كندا من 1865 لهلا، تقريبا عم نحكي السنه الجايه 150 سنه عيد ميلاد كندا، 150 سنه كندا موجوده. بهالتاريخ ثلثين التاريخ الكندي الحكومه الكنديه هي حكومه ليبراليه. بثلث التاريخ الكندي هي حكومه الحزب المحافظي. هلا فينا نقول انه ليش الحزب الليبرالي حكم كندا ثلثين تاريخ كندا؟ هذا مش لانه نحن اجبرنا الناس انه ينتخبونا، لانه الشعب الكندي ان جنرال السياسات الليبراليه مع تناسق مع مصلحه الشعب الكندي. نحن اللي جبنا اشياء كثيره لكندا، حتى قانون الاغتراب، اول قانون اغتراب غير عنصري بالعالم بالستينات. قبل قانون الاغتراب كان بيروحوا بدنا نجيب مثلا 90% من الاغتراب لازم يجي من اوروبا من الشعب الابيض، 10% لازم يجي من الصين لانه بس جبناهم من الصين بالحرب العالميه الاولى لانه كنا بدنا اياهم انه يعملوا السكك الحديديه، مشان هذا بدنا الناس يشتغلوا عليه. اول قانون بالعالم بالاواخر الخمسينات اوائل الستينات هو قانون الاغتراب اللي غير عنصري، اول قانون، هذا قانون كندي والحزب الليبرالي جابوه هون لكندا، ومشان هيدا نحن بلد الاغتراب. ونحن لازم نعرف التاريخ الكندي. الطب الهيلث كير، في هيلث كير، هذا اكيد نحن حزب ناخذ اراء من بقيه الاحزاب كمان، نحن مش حزب ايديولوجي. نحن حزب بنشوف وين شو اللي بيفيد أكترية المواطنين، وإذا بيفيد أكترية المواطنين معناته إنه هذا الشيء منيح للكنديين. فينا نقول إنه الأشياء اللي بنعمله، في أشياء بنعملها غلط أكيد، ما حدا كامل، بس في هلا أزمة داخل كندا، في أزمة اقتصادية مثلا. الأزمة الاقتصادية بنعرفها، بيقولوا إنه المحافظين أحسن للاقتصاد من الليبرالي، لا هذا مش مزبوط، لانه نحن بس اعطينا الحكومه للحزب المحافظي. الاقتصاد كان ما كان الحكومه الكنديه ما كانت مديونه. هلا فينا نقول ايه 2008 صارت في ازمه عالميه، ايه بس 1990 كمان و2000 سنه 2000 و2001 كمان صارت ازمه عالميه بقدر الازمه العالميه الاقتصاديه اللي كانت ب 2008. بس وقتها نحن ما تدينا كحكومه، والنتيجه الحاليه انه ب 2015 بين 2008 و2015 الحكومه الحزب المحافظ رجعوا اللي كانوا ب 2008، يعني ما في ولا تقدم ولا خطوه واحده بين 2008 و2015، تدينوا 2008 و2015 خلصوا الدين دين، يعني هيدا اللي حققوا. عندنا سؤال. اوكي، اول شيء بونجور للكل، وبعيدا عن قانون الهجره والجنسيه، اوكي بتعرف وضعي انا، ما في بطلت برونسي على سو نيفو لا يعني. اوكي، وتعقيبا على اللي عم بتقوله هلا، يعني انا كان سؤالي وبيدخل بهال مجال الاقتصادي، لا مش مجال اقتصادي، كلنا بنعرف باخر انتخابات انه صار نوع من الاحباط عند الناس، واليوم من خلال يعني كونفرساسيون بتصير بيني مع اصحابي كان بالشغل ورا برات الشغل، في عدم ثقه بكل الاحزاب الموجوده حاليا، يعني هذا الشيء ما فينا نخبيه. هلا ما في شك انه مثل ما كنت عم تقول حضرتك انه الحزب الليبرالي حقق كثير انجازات لكندا، وتحديدا على اذا بنطلع على البروفيت دو كندا على الشيل انترناسيونال،
وبالنسبه للخدمات الاجتماعيه وكل الاشياء اللي متوفره بكندا واللي عم بتشد الناس انه تيجي على كندا، ما في شك انه الحزب الليبرالي هو اللي حققها بكندا. بس ما بيمنع انه كل الملفات اللي انفتحت على المستوى الاقتصادي، يعني الكوربشن وكل الاشياء اللي صارت باخر الانتخابات، وكنا بنعرف انه نتيجه الانتخابات كانت كونسيكونس لكل الاشياء اللي انفتحت بالنسبه للحزب الليبرالي. فاللي عم لاحظه انا هلا اليوم انه الناس عم بيطلعوا على الحزب، ما عم بيطلعوا على الكانديدا، يعني عم بيطلعوا على البارتي الليبرال، ما عم بيطلعوا على فيكام انتريان شو رح يضيف او شو رح يقدم للمجتمع الكندي، او تحديدا نحن بموريال او بكيبك. يعني انا بعرف انه حضرتك بي ورب عيلي وبتعرف هموم الناس هون، شو هو الشيء اذا بعيدا عن النظريات، شو هو الشيء اللي بالبروجرام اللي موجود او بالخطه اللي رسمها للانتخابات ولإلك تحديدا، شو هو اللي راح يضيف وراح يسهل وراح يغير نظرة الناس للحزب وللكانديدا؟ لأنه في كتير ناس عطوا وعود بس ما نفذوا شيء من وعودهم كمان. وأنا عم بسأل هيدا السؤال لأنه بعرف بدي يكون شوي واقعية، ما بدي روح بالتيوري بس، وبعرف إنه في كتير ناس عم بفكروا نفس الطريقة مثل ما أنا عم فكر، لأنه فعلا ما بقى عندنا كتير ثقة. وفي كتير ناس بقولوا رح حط ورقة بيضاء، ما بدي انتخب حدا. مع الأسف يعني. معك حق. هلا اولا لازم نحكي عن الكوربسيون، الحزب الليبرال الكيبيك وحزب الليبرال الكندي، يعني في فرق بينهم. في كثير ناس اعضاء بالحزبين، انا عضو بس بالحزب الليبرال فيدرال، مش عضو بالحزب الكيبيكي. بس ليش الحزب الليبرال؟ سهل ان نقول انه ما بدي صوت وما بدي اشتغل وما عندي ثقه، بس شو عم نعمل تنغير هالشيء؟ المواطن لازم يعمل، المواطن لازم يحس انه هيدا بلده وعنده هو الامكانيه، مش ضروري بس الحزب، اذا واحد بيؤمن بحزب المحافظ وحب يشتغل للسبب الحقيقي تيقدم كندا ويقدم المجتمع للامام، غازي الفول افير لازم نعمله، يعني واحد لازم يشتغل يقدم المجتمع الى الامام. واذا الان دي بي والحزب الاشتراكي او الحزب الاخضر مش مهم، بس المواطن عنده هاز ديوتي، عنده شيء لازم يعمل، واجب عنده واجب معين. والشغله الثانيه انه شو البرنامج اللي انا عم بقدر. اللي راح يغير مثلا انا عندي داخل اونسي كارتيبي، عندي فكره انه النايب مش بس بأونسيك، بس بدي اجربه بأونسيك كارتيبي، انه النايب مش لازم يكون بعيد عن الناس، عن المواطنين. بقى عم بقترح انه اعمل لجنه استشاريه، وهاللجنه الاستشاريه مش حزبي، نون بارتيزان، ومن كل انحاء المجتمع، من كل الجاليات المختلفه، من كل شباب وصبايا وناس من الشرق الاوسط والسينيور سيتيزنز ويانج ستودنتس وكذا، لجنه من 20 شخص. واول شيء بيعمله النايب بيرجع من اوتاوا، اول شيء بيعمل اجتماع معه، شو عم بيصير بالدائره الانتخابيه، شو الشيء اللي بهم المواطنين. وهاللجنه بتغير، يعني ال 20 شخص كل سنة في 10 أشخاص بيطلعوا و10 أشخاص جداد بيجوا. بهالطريقة النايب بيكون مع علاقة متواصلة، هذا أهم شيء بالنسبة له، ما بيروح بيشوف حزبه، ما بيروح يشوف الرايدنج أسوسيشن، أول شيء بيعمل لقاء مع اللجنة الاستشارية. وهالشيء اللي عم بقترحه كمان إنه بيشجع الناس انه يشتغلوا لمجتمعهم، يشتغلوا عن الطريقه السياسيه، عن الطريقه الديمقراطيه. لانه مظاهرات كلهم فينا نعمل، بس المظاهرات at the end of the day ça n'aboutit pas à grand chose réaliste concret. ça n'a pas abouti شفنا مع الانتخابات. بقى السياسي لازم يكون دائما موجود بالمجتمع اللي انتخبوه وعينوه كنايب. لانه على الاخر شيء النايب شو شغله؟ بده يحط القانون. You have to create the law of the land. اذا عم تكتب القانون
لازم تعرف القانون اللي عم تكتبه شو نتيجة هالقانون، ليش بدك تغير القانون، ليش بدنا نحط قانون جديد وكذا.